مرحبا واهلا فيكم بقناتي. بفيديو اليوم رح اعمل مفنز الموز بالتمر والجوز، كتير طيبين والوصفة كتير سهلة، كمان المكونات بسيطة والنتيجة بتطلع كتير روعة. مثل العادة المكونات كلها موجودة باسفل الفيديو. ما تنسوا تتابعوني على السوشيال ميديا وتشتركوا بالقناة على اليوتيوب اذا بعدكم مش مشتركين. وهلأ خلينا نبلش. اول شي رح ابدا بتحضير الحشويه اللي رح احطها بالوسط. عندي هون جوز مفروم فرم خشن وتمر شلت منه النوى مثل ما عم بتشوفوا، كمان رح احتاج لسكر وقرفه وشويه من الطحين. هلا رح ابدا بتقطيع التمر لقطع صغيره. اول شي عم اقطع كل حبه لقطعتين، وبعد هيك رح افرمهم بهيدي الطريقه ليصير عندي قطع بحجم صغير. ما بدي القطعة تكون كتير كبيرة أو كتير صغيرة، يعني بهذا الحجم هيك حيكون كتير منيح. والتمر بيلزق ببعضه فهون بس عم فرقهم هيك عن بعض. هلأ رح أضيف قطع التمر على قطع الجوز، رح أضيف بقية المكونات، في عند السكر والقرفة مع الطحين، ورح حركهم كتير منيح مع بعض لحتى السكر والطحين والقرفة تتوزع بشكل متساوي. السبب اني ضفت طحين بهذا الخليط هو لان ما بدي قطع الجوز وقطع التمر تغرق او تنزل باسفل حبة المفن. الحشوة صارت جاهزة، هلأ رح انتقل لخليط المفن. المكونات كتير سهلة وبسيطة، في عندي طحين، سكر اسمر، شوية من البيكنج باودر، الملح والقرفة، شوية من الزيت، بيضة، في عندي كمان اللبن او الزبادي، اكيد ما انسى الفانيلا، فيني استعمل الفانيلا السائلة او الفانيلا بودرة. طبعا بحاجة لموز، لما قشرة الموز تصير بهيدا الشكل حتكون كتير مناسبة لانه نعمل فيها حلو. رح استخدم اليوم وعاء زجاج مع الخفاق الكهربائي. فعندي هون بالوعاء ضفت الزيت مع السكر الاسمر، ضفت عليه هون كمان البيضة، طبعا الفانيلا، عم استعمل هون الفانيلا السائلة. وهلأ رح ابدأ اخفق كل هالمكونات مع بعضها لحتى تتجانس، وتحسوا هيك انه حبيبات السكر بلشت تدوب يعني. بعد هيك رح ضيف الزبادي او اللبن، وبكمل خفق كمان لحتى يتجانس كل شي مع بعضه. هلأ رح انتقل للموز. في عندي هون 4 حبات من الموز. حبات الموز اللي عندي هون صغار، اذا انتم عم تستخدموا حبات موز اكبر من هيك بتقدروا تستعملوا مثلا 3 موز مش 4. فبواسطة الشوكة عم بطحنهم كتير منيح بهالشكل هيدا. رح احضر كمان المواد الجافة، في عند البيكنج باودر، شوية ملح وقرفة، رح ضيفهم على كمية من الطحين، رح احركهم بشكل بسيط. وهيك المواد الجافة صارت عندي جاهزة. رح ارجع هلأ لخليط المفنز، رح ضيف عليه الموز المهروس، بحركهم بهالشكل كتير منيح. بعد هيك رح ضيف خليط المواد الجافة، كمان بكمل تحريك. بس هون لما نضيف المواد الجافة ما بدي حركهم كتير منيح وإلا المفنز رح يطلعوا عنا ناشفين ويابسين. فأول ما تشوفوا انه الطحين بلش يختفي خلاص بوقف تحريك. وانا هيك عملت وانتقلت لحتى استخدم السباتشولا لحتى اكمل تحريك الخليط. فهيك عندي خليط المفنز صار عندي جاهز، رح ابدا وزعه بقوالب المفنز. عندي هون الصينيه الخاصه بالمفنز، حطيت عليها ورق المفنز او ورق الكب كيكس، ورح ابدا احط حوالي الملعقه الطعام او ملعقه كبيره من الخليط بكل قالب. وبواسطة الشوكة هون بس عم بفرد الخليط بالاسفل لحتى اضمن انه يغطي لي كل الورقة من الاسفل، يعني ما يضل في فراغات، لان بدي ضيف بعد شوي حشوة التمر والجوز فما بدي اياهم ينزلوا لتحت. رح ابدا هلا بتوزيع الحشوة على كافة قطع المفنز او قوالب المفنز. رح وزع الحشوة اللي عندي بالتساوي على 12 قطعة. في خيار تاني هو انه تحطوا هيدي الحشوة بخليط المفنز كله، يعني تخلطوه كله مع بعضه، او تتبعوا هيدي الطريقة مثل ما بدكم. هلأ رح ارجع غطي الحشوة بكمان خليط من المفنز، رح وزع الخليط اللي بقي بالتساوي، يعني تقريبا رح ارجع اضيف حوالي الملعقة كبيرة على كل قطعة.
بهيدي المرحلة لازم تحرصوا على انه الفرن عندكم يكون محمى مسبقا على درجة حرارة 180 سلسيوس او 350 فهرنهايت، ورح اخبز المفنز لحوالي 20 ل 22 دقيقة. وهيدا شكل المفنز لما يخرجوا من الفرن، شوفوا اللون كيف بيعقد، كمان نفخه والريحة بتجنن، كتير كتير طيبة. هلأ رح فرجيكم حبة المفنز من جوا كيف، شوفوا اللون اللي اخدته على الاطراف، عن جد كتير كتير حلو. وكمان حشوة التمر والجوز بقيت بالوسط، طعمي كانت ولا اروع من هيك، عن جد كتير كتير طيبة. بتمنى تجربوها وانا اكيدة انها رح تعجبكم. فهيدا كان كل شيء لليوم، بتمنى تكونوا حبيتوا الوصفة وعجبكم الفيديو. ما تنسوا تعملوا لايك وتشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين، وتشوفوا بقية الفيديوهات، وأنا إن شاء الله بشوفكم بفيديو تاني. باي.